ناسحين 10 سنوات ونزحنا صعب جبال. شوفت عينك يا اخي، يعني جبال وعرة هون والمعيشة صعبة يا اخي، وانا مريض صار لي 10 سنوات اغسل كله، والنهار اللي اروح على الغسيل اغسل كلاوي لما ارجع والله تعبان، يعني ما احسن امشي، يعني تعبان خالص منتهي خالص. وهالغنمات يعني 10 غنمات هذول لعمي مهن الي، سار عنده بالاجره يوميتي 10 ليرات تركي. ال10 ليرات اليوم شو يسوون؟ والله ما يسوون شيء. عندي 5 أولاد وهالخيمة شوهت عينك، يعني هاي الخيمة لها معي ذكريات. الخيمة صار لها معي 10 سنوات، يعني شوف من هون الرقعة من هون واللزغها من هون والكربها من هين وزبطها من هين. وهذا الباب شايف الباب هذا؟ والله هذا لقيته بهالمكبات، جبناه ودغدغناه من هين، زبطناه من هين وركبناه للبراكين.